السلام عليكم. اسم كامل نقيري خالد، من مواليد 1967، من مدينة الدار البيضاء، معتقل إسلامي سابق. خرجت تقريبا بشي مدة ديال عامين ونص باش خرجت. تحكمت ب 30 سنة، دوزت منها 19 سنة جا عفو ملكي على إثر واحد المرض كان تصابت به داخل المؤسسة. كان عندي واحد ورم، يعني تضخم الغدة الدرقية، على إثر عملت عملية جراحية، لقاو فيه كونسير من الدرجة الثالثة، يعني وتم الاستئصال ديالو. من بعد جا واحد داك العفو، خرجت، يعني من خرجت لقيت واحد الواقع مر، يعني خرجت يعني على أساس يعني ندمج في المجتمع، لقيت واحد الواقع، يعني واقع مر وملا من المتابعة المواكبة من قبل المؤسسة ديال محمد السادس لإعادة الإدماج، ولا من جهات أخرى، يعني لا صحيا ولا يعني حتى من الولوج للشغل، لدرجة أني كنلقى صعوبات باش ندير التحاليل اللي هي مكلفة، يعني تقريبا 800 درهم من كل 3 أشهر، يعني باش يواكبوا هذا المرض في مصلحة الطب النووي، يعني وعندي وثائق يعني تدلي بذلك. يعني هذه الوثائق هي اللي كنت كنمشي على إثرها، عندي مواعيد مع الطبيب الطب النووي، كيدير لي واحد الحصاص يعني باش يقاد لي الدواء. كنشرب واحد ليفوتيروكس، هاد ليفوتيروكس هو اللي كيقوم يعني الدور ديال الغدة الدرقية. عليه كنلقى يعني صعوبات، يعني في لا في المشي، يعني كنلقى رجليا تورم في الرجلين، يعني وثائق يعني كلها تدلي بذلك. حتى الأدوية يعني السونار، بطاقة المواعيد هي موجودة. نعم، يعني كنلقى واحد الصعوبة لا في التنقل ولا في لا في يعني حتى في من كنمشي لتما كنلقى يعني الازدحام والمواعيد، يعني كنلقى يعني صعوبة باش نطبع. حنا دايرين هذاك امو، واخا دايرين امو يعني ما كافي والو، يعني هذاك امو كتلقى صعوبات من كتدخل كتطبع، ما كيسبقوناش، كيسبقوا الاولين دوك اللي صحاب لاكاس واللي عندهم الفلوس، وهذا ما حنا هذه الفئة، هذه الشريحة هذه مهمشة. المهم من بعد كان 3 شهور، كل 3 شهور كنمشي نزور الطبيب يعني باش يعدل لي الدواء هذا. يعني تفاجأت واحد الفترة، يعني لقيت راسي عندي مرض البروستات، يعني تم الكشف عليه من قبل طبيبة مختصة. بعد ارسلتني المصلحة ديال المستشفى محمد الخامس، طبيبة هي مشكورة من هذا المنبر هذا، الله يجزيها بخير. يعني لقيت معاملة طيبة من قبل بعض الأطباء، إلا أنا بعد دوك الحراس ديال السيكوريتي فيهم شوية يعني أمور زايدة شوية في المعاملة، كيتعاملوا بعنف وبقوة. وهذه يعني من بعد الطبيب شخص لي 3 المراحل، كل 3 شهور كنستعمل دواء. هاد 3 شهور هادي يعني الدواء الأدوية اللي عطاني يعني ما لقاش المفعول ديالهم. من بعد قال لي لازم لك العملية، يعني عطاني موعد في هذا الاخر، يعني تقريبا في قريب شهر 12 قال لي من بعد نديروا اجراءات باش ندير لك العمليه. المهم هذا الامر هذا يعني كيمحن، يعني لا من ماديا ولا من يعني ما لا عمال قار لا والو. مشيت مؤسسه محمد السادس على اساس انهم يعاونوني، وهذاك الشيء لقيت الواقع يعني غير ذلك، يعني ديما تسويف ويعني كلام لا جدوى منه. المهم احنا من هذا المنبر هذا انا صافي يعني يأست منهم، وما بقيتش غادي نمشي عندهم لانهم ما عطاوناش يعني شي حاجه اللي هي نيت فعلا، كاين على الكلام الفارغ. وهذه يعني الان الحمد لله غادي نحاول نشوف على راسي يعني شي امور اخرى، هي جبر الضرر. لان جبر الضرر هو الاولى الاولويات، لان انا واحد من واحد الشريحه كبيره يعني باقي لا زالوا معتقلين، ومنهم من خارج يعني محملا بامراض كثيره، ويعني لا سكن لائق ولا دخل يعني يعينه على هذه الحياه هذه. الان كنطالب يعني مسؤولين يتدخلوا في هذا الملف هذا، يديروا معنا شي حل، لان الامور غادو كتفاقم بزاف. العمر ديالي انا تقريبا 57 سنه،
يعني لا عمل لا لا باش ندير نشري ادويه ما كنلقاش، يعني كنلقى صعوبه. كنبقى نشوف مع والدي مساكن تما ديالو، الام ديالي عندها يعني واحد لاكيس ضعيف واخده من الاب ديالي ارمله، يعني كتعاوني باش نشري الدواء. كنطلب يعني من جهات مسؤوله يتدخلوا يديروا معنا شي حل يعني عندك قبل شي الف... وليدات؟ لا لا حتى الاولاد، لان ما اعتقلت يعني المرأة يعني المرأة ديالي طلقات مني ويعني طلبت الطلاق. وكان ديك الساعة قبل كان عندي العمل مزيان، كنت كندير التجارة، كان عندي السكن، كان عندي يعني أمور غادة جيدة مزيان. بعد ما تعتقلت الأمور انقلبت يعني رأسا على عن عقب، يعني أمور تطورت بزاف لدرجة أني من خرجت لقيت واقع آخر. والحمد لله على كل حال، يعني لابد يعني يديروا معنا شي حل قبل فوات الأوان. يعني المؤسسة كنت كتمشي لهاش كيقولوا لكم تما؟ مؤسسة هما كيجيو يتصلوا بينا وكيقولوا لنا قلبوا المشروع ديروا هذه، إلا ما قبلوش هذه يعني ما كاين والو. يعني تقريبا سنتين ونصف من خرجت أنا، وديما التسويف وديما هذه ما كاين حتى شي حاجة. والحمد لله على كل حال، يعني كنطلب من المسؤولين يدخلوا ويديروا معنا شي حل. والإخوان اللي كانوا معاك تما اش كيقولوا؟ وتركت الإخوة في السجون، يعني كاين اللي محمل بأمراض كثيرة، أمراض نفسية وذاتية، والعائلات ديالهم تما محنين بزاف. يعني وحتى هادو اللي خرجوا يعني خرجوا كيعيشوا واحد العيشة، يعني عيشة صعيبة بزاف في هاد يعني في هاد الغلاء المعيشة اللي كنعانيوها منها مؤخرا. يعني لا عمل لا شغل لا يعني تجارة لا، يعني الناس خليتهم هاد الإخوة هادو خليتهم محنين بزاف. لذا كنتلاجئ المسؤولين يتدخلوا ويطلقوا الصراح ديالهم ويشوفوا مع هاد الناس هادو اللي خارجين، يعني يديروا معاهم يسويوا معاهم الوضعية يسويوها. حنا مغاربة الحمد لله يعني عايشين في هاد الوطن هذا، يعني خصنا حنا نتعاملوا كأي مواطن في هاد البلد هذا. كنت الناس المسؤولين يتدخلوا، الله يجازيكم بخير لما ديروا معنا شي حل. كيفاش كانت العيشة ديالك؟ كيفاش كتكون وأنت بارك يعني؟ يعني من كنلقى راسي من كان بعد خرج درت تجارة ما نجحتش ليا، لأن ديك التجارة يعني نظرا للمرض اللي عندي شوية ما كان يعني تطور لي واحد المرض ديال البروستات. كان كل مرة يعني حاشاكم شرف الله وقدركم خصني نمشي للمرحاض وما نلقاش اللي قابل لي التجارة ديالي. تجارة بسيطة يعني شي حاجة ديال الاكسسوار ديال الهواتف. منها يعني اضطريت اني نمشي للبحر نلقى الراحة ديالي تما، سباحة، يعني كنرمي صنارة تما ننسى الوقت ديالي، ما عندي لا مدخول لا والو. والحمد لله على كل حال. واش كطلب دابا سي خالد؟ واش كطلب دابا سي خالد؟ طلب ديالكم من المؤسسة طلب المؤسسة يعني اللي كنطلب اني يجبروا الضرر ديالنا ويعوضونا على ما فات ونعيشوا عيشة من جديد. لا العمر راه غادي وكيتقدم، الموت والحياة هذه. كنطلب من المسؤولين كنا شدهم يتدخلوا من جديد، والله الله يفرج على باقي المعتقلين. أنا في الدار نديوها كل مرة ما نلقاو ما نديرو حتى شي حاجة. رحمة الله وبركاته. كنطلبوا من هاد الناس مسؤولين يشوفوا من حالي وحال هاد الوليدات. هذاك الصغير اللي خرج راه 7 سنين هادي هو بارك، وهذا مسكين راه مريض ما عنده صحة، راه يمشي من هنا لهيه ويتخف، راه كيخرج عال تيتاع ويبرك مسكين ويرجع. يشوفوا من الحالة وتعاونوا مع هاد الناس ويديروا معاهم داكشي اللي قالوا. كان يقولوا غنتعاونوا مع هاد الناس، كنا يقولوا غنديروا لهم حالة خاصة، شوية قالوا غنديروا لهم بحال العاديين. دابا ما عطاهم لا بحالة خاصة ولا بحال العاديين، هما خارجين وباركين يتسناو الله يشوفوا من حالنا ويشوفوا فينا بعين الرحمة وتعاونوا معاهم. راه خرجوا مراد وراه بحال باقين عايشين في الحبس، الحبس خرج منه ها هما باقين عايشين فيه. والله يدير شي تاويل تاع الخير والله يرحم ليهم الوالدين. هادشي اللي جاب الله، حنا صبرنا الابتلاء تاع الله. والله يشوف من الحالة
يشوفوا من حالنا ويتعاونوا مع هاد الناس ويديروا معاهم كي داير الواجب مع اللي عطوهم. تاهما يعطوهم حقهم، راه حق هذا واجب مخرجينه كيقولوا غنعطيهم الحق ديالهم، وباقي ما شنا حتى شي حاجه. هذا راه 3 سنين باش خرج، والدري الصغير راه دابا طالع 7 سنين لا ما يتحرك ولا ما يتخن ولا ما يبرد. وانا مراه ارمله عندي 10,000 ريال في الشهر، ما كتخلص ليا حتى الماء والضو، وهذا الشيء اللي كتب الله. احنا راضيين باللي قسم علينا سيدي ربي، احنا راضيين بحكام الله سبحانه، وهذا الشيء اللي عطى الله اللي عرفنا الله هو يعني. طب لا باب وما دقيته، راه ما خليت حتى شي باب وما دقيته. ويشوفهم الحاله ديالنا، دابا تعطبت من رجليا وما بقيتش نشوف مزيان، وركابيا ضروني وكنت نطيح عليهم في الطرقان، ودابا راني بقيت معطوبه، راه ما كنقدش نخرج لا من تخن ولا من برد. رجع في الله، هذا الشيء اللي جا في الله. في العمر ديالي 85 سنه ملي رجع الملك محمد الخامس الله يرحمه، هذيك الساعه عندي 8 سنين. من ذاك الوقت لدابا عندي 85 سنه. انا راه من الناس الاولين المقاومين، يشوفوا من حالي. اه هذيك الساعه نعلق الاعلام ونقول عاش وبقى عندي 8 سنين في عمري. وهذاك الشيء راه حنا كنعانيو كنعانيو، تيح الله يشوفوا من الحاله ديالنا ويشوفوا من حال هاد الناس. وراه خرجوا مراد، راه مساكن مهروسين في صحتهم في كل شيء والحمد لله. 2003 كنت تعتقلت انا والاخ ديالي، الاخ ديالي هو الاول تعتقل. من بعد داز شي مده يعني تقريبا اسبوعين تعتقلت انا يعني. وبعد الام ديالي بقات كتجري من الولايه من الكوميساريه كيقول لها سيري ما عمرهم باقيين يطلعوا، انا هادو صافي مشاو غبروا. داز المده حتى لقات نفسي نزاكي، وكانت كتجي عندنا الزياره مسكينه، ورغم المرض ديالها والمرض ديال الوالد اللي توفى الله يرحمه، توفى على اثر يعني هذا الاعتقال ديالنا. بعد يعني داز مده يعني مرض وتوفى يعني بالفقسه، والام ديالي مسكينه بقات كتجري وتجاري باش يعني دير معنا المستحيل. دارت المحامي يعني على اساس انه يترافع علينا، يعني المحامي ما كاين منه هادشي والو، ان الامور كانت كبيره عليه بزاف. لا هو ولا حنا كنا واحد تقريبا الملف ديال 86 واحد، ملف 86 واحد، وكان في ابو حفص والثاني وفي زازي وميلو ديال الله يرحمه، يعني هادو هما اللي كانوا. وحنايا كنا تقريبا العدد ديالنا 86، تحكمنا بواحد المحاكمه ماراطونيه. يعني الاخ ديالي تحكم بمؤبد، انا تحكمت 30 سنه. من بعد داز واحد المده، كان شي احداث طرات في السجن الزاكي ديال السله ديال السطح، يعني معروفه هذه اعلاميا راه معروفه، وكانت تم مفاوضات معهم. ومن بين المفاوضات قال لهم يعني اساسي يخرجوا الناس اللي ما عندهم والو وينقصوا الاخرين، يعني وفعلا لبوا لهم الطالب. من بعد داز وكانوا اتفقوا معهم اتفاقيه 25 مارس، على ديك اتفاقيه ديال 25 مارس من بعد يكون افراج على المعتقلين. يعني ومن بعد داز المده، يعني ما بقى يعني هاد يعني ما يعني ما طبقوش هاد الكلام هذا، ما مشاوش عليه يعني وخلفوا هاد الوعد هذا. ولكن بعد كانوا خفوا يعني المده. انا تقريبا حنا كنا واحد العدد في سجن قنيطره سنترال، الاخ ديالي هبطوا لي 15 صحاب من صحاب مؤبد، كما الاخرين المعتقلين الاخرين تما 15 خلونا 15 سنه. انا من 30 سنه هبطوا لي 22 سنه، نقصوا لي 8 سنين. ومن بعد الاخ ديالي داز المده، الاخ ديالي يعني جا كمل المده ديالو. اخ ديالي سعيد النقيري سعيد، داز المده يعني وكملوا خرجوا، يعني عيطوا لهم كملوا المده ديال 15 سنه. وداز عندي الغرفه يعني يسلم عليا في سجن قنيطره. يعني هذيك اللحظه يعني تخلطت لي الفرحه مع الحزن، لان كان معايا يعني واحد مده 15 سنه ما سالاش.
كنت كان انا هو الاب ديالو هو الام ديالو يعني نطيب ليه نقابلو نحضي يعني كان في السن ديالو ديك الساعه كانت في السن ديالو 27 سنه يلاه ديك الساعه خرج من القرايه بشي 3 سنوات تقريبا من بعد يعني من خرج يعني حسيت بواحد يعني في قلب ديال الذات ديالي شي حاجه يعني مشات عليا المده ديال السجن ديالو شحال بقات معايا ضرب 15 سنه معايا بعد هذيك الخروج اللي خرج يعني هذيك هو السبب ديال المرض ديالي نيت الغده الدرقيه ولا فيها تضخم ايوا من بعد يعني داس المده وتلاقيت انا وياه انا راه هو الحال الان راه مريح لا خدمه لا داس المده يعني ما كاين ما خدام ما والو كيخرج مسكين لا والو يعني ما كيخرجش يعني ما كيخرج ما مره يخدم مره يريح ما كاين لا خدمه لا حتى هذيك المؤسسه علي اللي مشى عندهم 7 سنين هما كيعيطوا ليه مره عن كل سنه ولا كل سنتين كيعيطوا ليه ما كاين والو ديك يعني الهضره ما كاين منها والو اش من يعني قرا في السجن لا قرا تما قرا يعني قرا وصل عنده اجازه في الدراسات الاسلاميه انا كذلك يعني انا تبع الدراسه ديالي عندي ديبلوم في تسيير المخازن عندي اجازه في الدراسات الاسلاميه عندي اجازه في اصول الدين يعني والان انا كناشد يعني المسؤولين يديروا معنا شي حل. السلام عليكم. محل السكن ديالي هو هذا اللي سيدي مؤمن القديم يعني الان باقي هو كما هو وكاين يعني ظروف كثيره يعني بعض الدواوير المجاوره يعني كيطلبوا منهم على اساس انه غيكون ترحيل يعني وهذا الترحيل هذا معروف يعني اعلاميا في هذه الظروف هذه اللي كنعيشوها وهذا هو المنزل ديالنا هو هذا يعني يعني ساكنين فيه 10 الافراد منهم انايا ما كنلقاش الراحه ديالي بعد كان عندي السكن ديالي ما بقاش عندي انا دابا كنسكن في هذا البيت خارج هذا المنزل هذا على اساس كنلقى الراحه ديالي لان هذيك المده ديال السجن اللي عشتها يعني مده يعني صعيبه وكنت في العزله 19 سنه في العزله يعني لحد الان راه باقي في عزله ونطلبوا الله يعني من المسؤولين يديروا معنا شي حل باش يفكوا عليا هذه العزله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.